السلام عليكم. Hello there. اليوم غادي نهضروا على English Studies in Morocco، يعني مقرر ديال الدراسات الإنجليزية في المغرب. أول حاجة غنبداو بها هي مقرر ديال Semester 1، يعني S1 ولي موديول اللي كاينين فيه. أول موديول عندنا هو Reading Comprehension and Proficiency، ثانيا Grammar 1، Writing paragraphs, guided reading, study skills, spoken English, and language. هاد السبعة ديال لي موديول هما لي موديول اللي كتقراو في الدورة الأولى ديال الدراسات الإنجليزية، يعني في الإس أن كتقراو سبعة ديال لي موديول، ستة منهم ديال لونجلي وغير واحد منهم ديال الفرنسي اللي هو داك السابع لا لونج. دابا غندوزو لكل حاجة اش غنقراو فيها، يعني كل موديول اشنو غادي نقراو فيه، حيت هذا هو السؤال اللي غيكون عندكم باش دخلتوا لهذا الفيديو هذا. The first one is reading comprehension and proficiency. اول حاجه هي اشنو غادي نقراو في هذا الموديول هذا. فاش كتسمع هذه السميه ديال الموديول كتخلع، كتقول ما عرفتش شنو غادي نقرا فيه. حنا هنا باش نشرحوا لك بالضبط شنو غادي تقرا فيه. In this module you will study how to read and comprehend a text written in English. يعني اول حاجه غتقراوها هي كيفاش تقرا وتفهم واحد التكست ولا واحد النص اللي مكتوب باللغة الإنجليزية. تاني حاجة هي answer comprehension questions، يعني غيخصك تجاوب على الأسئلة ديال النص، الأسئلة ديال الفهم اللي هما دوك الأسئلة اللي بحال الامتحان ديال الباك، تعطاك نص وكتعطاك أسئلة مرتبطين بالنص، يعني مثلا دوك الأسئلة ديال true or false، دوك الأسئلة ديال fill in the blanks، دوك الأسئلة ديال أسئلة مباشرة تيقول لك كيكونوا WH questions في غالب الأحيان، يعني يسولك شي سؤال تيخصك تجاوب عليه وانت انطلاقا من الفهم ديالك للنص. يعني هذا الشيء اللي غادي تعرف فاش غتقرا هذا الموديول. ثالث حاجة هي paraphrase sentences، يعني دابا الحاجة اللي زايدة في هذا الموديول هذا اللي ما قريتوهاش في الباك هما هاد ثلاثة النقط الاخرين، يعني paraphrase sentences, summarize paragraphs and write a proficiency. هاد ثلاثة هادو ما عمرنا قريناهم. بالنسبه للسؤال داك الاول والثاني راه قريناهم في الباك، يعني كتقرا النص وكتفهمو كتجاوب على الاسئله ديالو. ثالث حاجه قلنا هي paraphrase sentences. هنا شنو هو paraphrasing؟ paraphrasing هي اعاده الصياغه ديال واحد الجمل، يعني تعطاوك واحد الجمل وتيقول لك عاود لهم الصياغه بالكلمات ديالك انت وبلا ما تبدل المعنى. يعني فاش نقرا داك التارجت تكست او داك الريزلت ديالك انت ونقرا داك السورس تكست او داك التكست اللي ديجا معطي لك، خاصني نفهم نفس الحاجة وخاص يوصلني نفس المعنى ولكن بكلمات مختلفة. يعني كتلقى واحد الجملة عطوها لك هما بشي كلمات، انت غتبدل كاع اغلبية ديال دوك الكلمات، غتخلي غير الكلمات المفتاحية اللي هما الكيوردز، وداك الشيء الاخر غتقدر تبدل فيه ديك الساعات ولكن المعنى خاصو يوصلني كما هو وما تنقص حتى شي ديتاي. هذا هو الباراphrasing ديال sentences. دابا summarizing ديال sentences ديال paragraphs، summarizing ديال paragraphs او حتى ديال التكست كامل على حساب كل استاذ شنو غادي يدير. summarizing هي تلخيص، يعني كنعطيك واحد التكست وكتلخص ليا يا اما التكست كامل يا اما كنقول لك لخص ليا غير هذا الباراغراف او لهادي او لهادي. والسنس نتوما يلاه داخلين لافاك جداد، انا كنقول غالبا بلي غادي يطلبوا لكم غير summarizing غير لي باراغراف. ثالث حاجه هي write a proficiency. proficiency هنا النيفو ديالو شويه طالع. كيفاش؟ يعني proficiency هو العصاره اللي كتجبدها من النص، يعني النص مثلا فيه واحد 500 كلمه ولا 400 كلمه، انت غدير له تلخيص غيخصك تجبد ليا منه العصاره ديالو، يعني تقدر تلخصو غير في 50 كلمه ولا 60 كلمه، يعني التلخيص ديالو بصح الموجز هو البريسي. هادشي اللي يقدر يتقرا في هذا الموديول هذا في اي جامعه او في اي كليه في المغرب. دابا ندوزو للموديول الثاني اللي هو grammar 1. grammar 1 غادي نشوفوا شنو يتقرا فيه. يعني in this module you will study all the 12 tenses of the English language. كما كنعرفوا في الانجليش لانجويج عندنا 12 تنس، 12 ديال الازمنه وكلهم غتقراهم في grammar 1. هذا الشيء هذا كينطبق على جميع الجامعات المغرب، ولكن كاين شي جامعات لا يقراوك غير هاد 12 tenses بركه، ولكن كاين اللي يزيدوا لك معاهم شي حاجه. دوك شي حاجه اللي غيزيدوا لك هما هاد الخمسه النقط اللي جايين، يعني يا اما غيزيدوا لك معاهم modal verbs. modal verbs هما دوك الافعال الناقصه على ما اظن اللي سميتهم بالعربيه، مهم دوك بحال would, could, can, will, must، هادو كلشي كيتسموا modal verbs.
gerund and infinitive. Gerund infinitive باين يعني بحال اللي قلنا to watch او لا watching gerund to watch infinitive او لا غيقريوك types of conditional يعني الجمل الشرطية if only شي حاجة مهم ديما كتكون كتبدا بديك if غالبا يعني هذوك هما الجمل الشرطية كاين عندنا دوك types ديال conditional راه ديجا قريتهم في الباك 0 1 2 3. بالنسبة reported speech الخطاب المنقول يعني reported speech هو direct or indirect speech. وبالنسبة للpassive voice يعني المبني للمجهول هادو كاملين يقدر يتزادوا لكم على 12 tenses الشيء اللي كيقدر يتقرأ في grammar 1. دابا غندوزو writing paragraphs. دابا بالنسبة لهاد writing paragraphs هو كل أستاذ وكل فاكولتي وكيفاش كتقريه. بالنسبة لهاد الموديول in this module you will study types of clauses يعني كان دي بروف لا يقريوك بعدا هو الاول types ديال clauses يعني dependent independent clauses غير هاد الشيء هذا ماشي دوك types الاخرين الكتار. تاني حاجة غيقريوها لك هي يا اما يقدر يقريوها لك ويقدر ما يقريوهاش اللي هي types of sentences اللي هما compound sentences complex sentences compound complex sentences يعني هادو types ديالهم. علاش؟ حيت الشيء اللي قررت البروف او البروف ديالك هاد الكلوزز وهاد السنتنسز هما الاولين عادي يجيو الباراجراف ديك الساعه غتسهل عليك الخدمه حيت هما باش كنكونوا الباراجراف كنعرفوا الكلمات عاد كنعرفوا الجمل عاد كنعرفوا الباراجراف ما يمكنش نجيو نقصوا ديريكت الباراجراف عاد ديك الساعه في الخطوه الثالثه هي how to write a small paragraph حيت نتوما يلاه العام الاول يعني ما تتعاملوش معكم على اساس كتعرفوا ديجا لي باراجراف مزيان تيعطوكم تكتبوا غير small paragraphs شي حاجه غير بسيطه بحال descriptive paragraph ولا narrative paragraph شي حاجه اللي سهله ماشي شي حاجه صعيبه بزاف. وكما قلت لكم كل بروفو كيفاش يقدر يقريها ولكن على اي هذا الشيء اللي كيقدر يتقرا فيها. ندوزو دابا الرابع موديول اللي هو guided reading. هاد guided reading هو اش غتقراو فيه؟ In this module you will read a short story, poem or an article. يعني اول حاجه في هذا guided reading يعني reading هي القراءه guided هي مؤطره يعني تاثرك واحد الاستاذ ولا كيسيرك باش تقرا واحد الحاجه يعني هو تيوريك كيفاش دير كيفاش تتعامل مع واحد reading. في هذه الحاله يقدر يكون short story يقدر يكون poem يقدر يكون ارتيكل ويقدر يكون بثلاثه ويقدر يكون اكثر من هذا الشيء هذا على حسب كل استاذ وكيفاش كيتعامل مع هذا الموديول. في هذه الحاله هذه كيعطيكم واحد شورت ستوري ولا بوم ولا ارتيكل تيقول لك قراوه وكتبقاو مره تقراو في الكلاس شي شويه بحال الشكل ديال الفرنسي فاش كنا كنقراو انتيغون لا بوطا ميرفي وداك الديرني جور دان كونداني كنا كنجيبو للكلاس كنقراو فيه مره دي باراغراف ولا شي حاجه بحال هذيك الطريقه بالضبط هي الجايدد ريدينغ يعني تعطيك كتقراو في ديك الحاجة وكتبقاو تاناليزيو يعني analyze the readings يعني كتاناليزيو اشنو وقع هنا اشنو وقع هنا وكتعرفوا على الشخصيات العلاقة ما بين الشخصيات كتاناليزيو مزيان داك reading اللي عندكم داك النص اللي غتقراو وديك الساعات كتدسكاس your readings in the class with your teacher and classmates يعني كتجيو للكلاس وكتبقاو مرة تدسكاسيو على حساب كل بروف كما قلنا يعني هادشي اللي كنقول ديما راه نسبي ماشي 100% يعني على حسب نتوما فين كتقراو وعلى حسب البروف ديالكم ولكن على العموم هادشي كافي باش يعطيكم فكره على الموديل اشنو كيكون فيه. دابا غندوزو ستادي سكيلز هو خامس موديل و probably one of the best modules اللي عندكم في البروغرام ديال الاس ام. ستادي سكيلز كما كنشوفوا يعني ستادي هي الدراسه سكيلز هما المهارات ديالاش ديال الدراسه. In this module the teacher will what اش غادي يقرينا التيتشر will teach you about soft skills يعني غادي يقريك على soft skills يعني دوك المهارات اللي بحال time management بحال leadership بحال بزاف ديال soft skills وغادي يعاوننا باش اننا نديفلوبيهم يعني باش نطوروا منهم حنا يعني مثلا غادي يقريني stress management ولا time management leadership وهادشي هذا غادي يعطينا واحد tips وواحد النصائح كيفاش حنا نطوروا دوك المهارات ومن بعد ask you to apply those skills يعني غادي يعلم كيفاش غادي يطلب منك تطبقهم في الكلاس مثلا قررنا اليوم teamwork الحصه الجايه ولا السيمانه الجايه ولا على حساب غادي يجي غيدير لنا شي اكتيفيتي اللي كيخصها teamwork يعني غادي يجمع جروبات وغادي يبقى يخدموا شي بروجي ولا شي حاجه يعني هكا كيتعامل البروف مع هذا الموديل هذا وتيكون موديل من احسن لي موديل في غالب الاحيان.
دابا غندوزو للسبوكن انجلش. بالنسبه لهاد الموديول ديال السبوكن انجلش كما كتشوفوا عندنا هنا سبوكن جايه من سبيك يعني انجلش اللي كتهضر كتقال يعني غالبا هنا عندنا شي حاجه اللي عندها علاقه باش بالكوميونيكيشن. In this module you will learn what you will learn how to communicate in English. يعني غادي تكوميونيكيتي بلونغ دي غادي تتعلم تهضر بها حيت لسؤال الحظ عندنا لي موديول قلال ديال سبيكين ديال الهضره عندنا اغلبيه على القواعد وعلى الكتابه. هنا هذا الموديول هذا كيجي كاول موديول ديال سبيكين اللي غادي يعاونكم بزاف باش انكم تطوروا هذه المهاره هذه في الاول. يعني شنو غادي تبقاو ديروا؟ غادي تتعلموا كيفاش تكومونيكيتيو بلونغلي حيت القسم غيكون كتكون فيه الهضره غير بلونغلي تتعلموا تهضروا غير بلونغلي. هاو تو ترانسكرايب انجلش بالنسبه كاينين دي بروف كيكتفيو غير بهذه النقطه الاولى يعني غير الكوميونيكيشن كيعطوكم موضوع كتجيو مثلا بريبارينو وكتبقاو تهضروا عليه اولا كتجيو حتى تما كاع وكيهضر معكم الاستاذ وكيجيب مواضيع وكتبقاو تناقشوا على حساب كل بروف. يعني كاينين دي بروف كيكتفيو غير بهذه النقطه ولكن كاينين دي بروف اللي لا كيزيدوا لكم تا ترانسكريبشن. ترانسكريبشن هي شنو؟ هي الكلمه كيفاش كتكتب النطق ديالها يعني الفوناتكس ديال كيفاش الكلمه كتنطق. يعني مثلا نقدر نعطيك واحد الكلمه ما عمرك شتيها كاع في حياتك وغتعرف كيفاش كتنطق غير عن طريق ترانسكريبشن. يعني في هذه الحاله هذه عندنا هاو تو برونونس ووردز يو هاف نيفر هيرد بيفور. انا مثلا واحد الكلمه ما عمرني شتها في حياتي وعطيتها ليا مكتوبه بترانسكريبشن. شنو هي ترانسكريبشن باش تسهل عليكم؟ مثلا غتمشي تحل دابا الديكسيونير وغتقلب على هذه الكلمه هذه برونونس هذه الكلمه هذه غتلقاها في الديكسيونير كتلقى جوج النقط وكتلقى قدامها واحد الكتبه مكتوبه ما بين معقوفات ما بين جوج المعقوفات واحد الكتبه مخربقه دايره بحال الشينويه. هذيك الكتبه بالضبط هذيك هي ترانسكريبشن. يعني هذيك الكتبه اللي تما هي كيفاش كتنطق برونونس. يعني غير غتعرف تولي تقرا ترانسكريبشن تولي تعرف تنطق الكلمات بسهوله واخا ما عمرك شفتيهم. هذا هو كيفاش شنو هو المعنى زعما ديال ترانسكريبشن. واخر موديول عندنا هنا اليوم هو لا لونغ. هنا كيقريونا فيها لي بروف ديالنا اغلبيه يعني الجرامر داكشي ساهل داكشي بسيط ديال القواعد ديال الفرنسي وتيقريونا حتى الكومونيكاسيون بالفرنسي. يعني كتبقاو ديروا لي بريزونطاسيون كتبقاو ديروا تيقريونا الكومونيكاسيون كيفاش زعما داكشي ديال كومونيكاسيون فيربال كومونيكاسيون نون فيربال. مهم داكشي ديال الفرنسي يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف وتيكون ليكزام غالبا كي سي ام يعني ماشي شي موديول اللي يخلعكم. راه من اغلب لي موديول اللي كيجيبوا فيهم نص النقاط وكيعوضوا بهم لي موديول الاخرين. او اي ويش يو ذا بيست اوف لاك ان شاء الله ومسيره موفقه في هذا الانجليش ستاديز اند يو ويل نوت ريجريت ات. ثانك يو.